معنا الأستاذ نور الدين نديم، الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين. صباح الخير أستاذ نور الدين. صباح الخير لك ولكل السادة المشاهدين. يعطيكم العافية وجهودكم مباركة. أستاذ نور الدين نديم، بدنا نعرف عن رد النقابة على مقترح الوزارة اللي تم الحديث عنه. يعني احنا بداية استقبلنا خطوة الوزارة بالأمس بقلوب يعني فرحة جدا بهذه الخطوة الإيجابية. مجرد انه يعني عطوفة نوار العقيل مجرد ان تولى مهامه كأمين عام للشؤون التعليمية، اول ما لفت انتباهه مشكلة المعلمين وقدم للنقابة بشكل شخصي مباشر والحديث كزميل وكعضو نقابي بشكل فيه مودة ويحمل في جعبته أرقام ويتحدث عن علاوة 50%. هذا كانت خطوة بداية جيدة، هذه البداية اللي كنا نأملها على عكس من كان يؤذب ويدفع باتجاه تعزيم وشد عكسي، وهو لا زال يعني يحرض مدراء التربية على المعلمات ويطلب نقلهم نقل تعسفي وإلى آخره. نعم. الآن بالأمس أهم ما توصلنا إليه أنه هو إلغاء نقل المعلمات التعسفي، وهذا كان شيء إيجابي برضو ورد اعتبار للمعلمين وأيضا إظهار حسن نوايا من الوزارة. الأمر الثاني وهو أنه بدأنا الحوار بشكل صحيح. نعم. وهو البحث عن حلول جادة وطرح أرقام على الطاولة. الأرقام لم تكن بمستوى الآمال. نعم. للمعلمين. نعم. ولذلك ربما لم نتوافق عليها، لكننا توافقنا على المبدأ. نعم. ومبدأ الحوار ومبدأ طرح الأرقام ومبدأ إنه قولبة 50% بقوالب أخرى، إنه أصبحت هناك في مجال حرية للحركة، مساحة للكلام، مساحة للحديث، والقادم أجمل إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ نور الدين، بدنا نعرف آخر المستجدات بخصوص النقل التعسفي. نعم. آخر عفواً. آخر مستجدات بخصوص النقل التعسفي. يعني إحنا آخر المستجدات كان اليوم صبحنا برضو على تحديد من أحد مدراء التربية للمديرات بفك الإضراب أو النقل التعسفي والأمور، وهذا كان يغرد خارج السرد بشكل فردي، لأنه بالأمس إحنا سمعنا وزير التربية هو يعني يعطي موافقته على التهدئة ولمدراء التربية بأنه يتعاملوا باحترام وتقدير وحق المعلم في الإضراب، وهذا ما مارسه أمين عام الوزارة عندما تحدث مع مدراء التربية. الآن إحنا المستجد الثاني إنه لا زالت المبادرات، الآن في مبادرة من مجلس النقباء وهناك مبادرة من نيابي لسه لم يصلنا منها شيء، لكن نأمل اليوم إنه يستمر الحوار بالشكل اللائق اللي احنا بدأنا فيه بالأمس، وإنه نستكمل نقاشنا بلغة الأرقام ولغة الواقع حتى يطلع بالأخير الوطن رابح، وإذا ربح الوطن بالتالي المعلم والمجتمع وابننا الطالب الكل سيكون رابح. أستاذ نور الدين، من خلال قراءتك لنوعية الحوار مع الحكومة تحديدا، هل سيكون يوم الأحد دوام رسمي من خلال نقاشكم مع الحكومة بالأيام السابقة ومن خلال الأيام القادمة كمان لكم اليوم نقاش معهم؟ إحنا الآن لا زال إضرابنا مستمر، لازلنا عند مواقفنا. نعم. الثابتة بناء على حقنا المستحق اللي لم يتم التعامل معه بشكل إيجابي. نأمل. نعم. إنه أن تستثمر هذه عطلة نهاية الأسبوع بشكل صحيح، نأمل إن الكل يتعامل معها بشكل جدي وأن لا نصل إلى الأسبوع الرابع إلا وقد حلت الأمور وعاد الطالب إلى مقعده والمعلم بكرامته وعزة نفسه. نعم. وحقوقه إلى طالبه وتعود الأمور، ثم بعد ذلك يعني يكون حديث آخر حول منظومة ثقافة جديدة إنها تمنح فيها الحقوق لأصحابها ولا نضطر إلى ثقافة الاحتجاج حتى نحصل عليها. نعم. يقال أن هناك ممكن أن تكون الزيادة بالتدريج، هل هذا الخيار مطروح على طاولة النقابة بالموافقة عليه إذا كان هناك زيادة بالتدريج؟ يعني لغاية الآن لم يطرح عرض مثل ذلك، لكن إحنا بالأخير الآن انتقلنا من مرحلة التخندق كل بخندق طلبه إلى مرحلة التفاوض والحوار وحرية الحركة وحرية مساحة كبيرة أصبح في عنا للكلام وللحديث وبدائل وقوالب كاملة لمطالبنا،
تتناسب مع مصالح وطننا. نعم، ويقال أيضا هناك بعض المدارس اللي تم التدريس فيها اليوم تحديدا، وبعض المدارس قيل أنه تم إعطاء دروس للصف الـ 12 أو التوجيهي. رأيك بهذا الموضوع أو دراستكم أو الأرقام الموجودة يعني معكم؟ أنا ردي على هذا الكلام أنه لازلت أطالب منذ بداية الدراسة. نعم. أن تسمح وزارة التربية والتعليم للإعلام أن يدخل جميع المدارس ويصور وتنقل الكاميرات بشكل واقعي ودقيق ما يحدث فيها. نعم. إن كان هناك إضراب، إن لم يكن، مين اللي كسر إضراب، ما الأساليب والوسائل اللي يتم الآن استخدامها. إحنا لا نقف، إحنا الآن بدنا ننتقل للغة المحبة والمودة والشراكة. نعم. ونبتعد عن لغة الكراهية والتجيش والشيطنة. يعني لا زال البعض متأثر بهذه القضية، والأستاذ يتبع القرارات القديمة والعقلية في العصور الوسطى والعصور الحجرية، لم ينتبه أن المملكة انتقلت إلى مرحلة جديدة في ثقافة الحوار وثقافة الشراكة في صنع القرار كما أمر جلالة الملك. أكيد. كمان سؤال أستاذ نور، بتحدث بموضوع مجلس النواب وتحديدا اللجنة النيابية بخصوص هذا الموضوع، لم يكن هناك حوار جدي من قبل مجلس النواب وهذه اللجنة تحديدا، وهل خذلكم مجلس النواب أم لا؟ لم يصلنا شيء من مجلس النواب، لم يصلنا شيء. بالأمس كنت جالس أنا والدكتور إبراهيم الدور. نعم. مشكورا، يعني يبحث عن حلول أيضا، لكن لم يصلنا شيء رسمي من مجلس النواب أو لجنة التربية النيابية. نعم، لم يكونوا على قدر من الثقة من خلال هذه المشكلة اللي صارت أو من هذا الإضراب لنقابة المعلمين. تجربة 2014 كانت مؤلمة بالنسبة للحكومة. نعم. وبالنسبة لمجلس النواب الذي كان وسيطا لم يستطع أن يضمن اتفاقه، والحكومة لم تستطع أنها توفي بوعودها. نعم. وهذا يعني نزعة الثقة ربما، لكن نأمل أنه نستعيد جسور الثقة في نعم. قادم الأيام. نأمل. نعم. ذلك. السؤال الأخير أستاذ نور الدين، ردة فعل الطلاب هل توقعتموها أن يقف الطالب بجانب المعلم؟ وتحديدا نعم. في الآونة عفوا؟ لم أسمع. نعم. هل كانت ردة فعل الطلاب متوقعة من خلالكم؟ يعني شفنا بالآونة الأخيرة صورة المعلم لم تكن كما قبل، وشفنا أنه هذا الإشي كان يزعجنا كلنا كمواطنين أردنيين، ولكن وقفة الطلاب مع المعلمين هذه المرة بالمطالبة بحقوقهم، وأيضا وقفة الأهالي مع المعلمين، هل كانت متوقعة من خلال نقابتكم؟ نعم متوقعة، لأننا نعلم أنه شعبنا أصيل، أهالي وأولياء أمور الطلاب مشكورين ومقدرين ومحترمين، قاموا بأصالتهم وبأردنيتهم وبكرم أخلاقهم في الانحياز للمعلم، لأنهم يعلموا ويدركوا، واعي مواطننا واعي يعلم ويدرك أنه لن يستطيع ابنه أن يحصل على تعليم آمن صالح إلا إذا كان هناك معلم آمن معاشيا، آمن وظيفيا. معلم مهدد بمعيشته، مهدد بوظيفته، لن يستطيع أنه يقف أمام طلابه بالشكل اللائق ويؤدي رسالته بالشكل الكامل. طلابنا أبنائنا، هؤلاء تربيتنا، تربية وطننا، تربية آبائهم وأمهاتهم، هذه التربية اللي تقوم على ثوابتنا ومنظومة قيمنا الأردنية الأصيلة، لم يخيب ظنوننا فيهم. كل الشكر والتقدير والاحترام لكل ولي أمر، لكل طالب على وقفته، وإن شاء الله غدا لما تنتهي هذه الأزمة سنعود مجتمع أكثر قوة، أكثر تماسك، نقف في وجه كل متصيد لهذا الوطن وكل من يريد به كيدا لتتحطم هذه المؤامرات على صخرة هذا الوطن وصخرة هذا المجتمع وصخرة هذه الوحدة اللي تعلمناها في ظل الهاشميين. بدنا نشكرك الأستاذ نور الدين نديم الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين، وإن شاء الله يوم السبت بيكون أو يوم الأحد بيكون في اتصال معكم، بيكون هذه القضية تم حلها وعودة الطلاب إلى مقاعدهم والمعلمين إلى صفوفهم المدرسية. شكرا لحضرتك. نأمل ذلك. كل الاحترام. أهلا، شكرا لك.